تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه. جبنه عندنا كيلو لبن، هعملها بكيلو لبن، ممكن تعملها بنص كيلو. كيلو اللبن، نص كوبايه النشا، نص كوبايه الدقيق، ربع كوبايه الخل، نص كوبايه الزيت، كل ده في الخلاط مع رشه الملح. كل ده في رشه الملح، خليها معلقه صغيره ملح عشان تديها طعم، ماشي؟ كل ده فين؟ في الخلاط. وبعدين عندي قشطه، مثلا قولي نص كوبايه قشطه او اكتر شويه زي ما انت عايزه، ده في الاخر خالص. هنحط الخلاط فيه كيلو اللبن او نص، لو نص هتنصصي بقيت كل اللي انا بحطه ده، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بحبش الدرق ده، الدرق رخم. انا حطيت هنا كيلو لبن، نص كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، ربع كوباية من الخل، معلقة صغيرة من الملح عشان فيها سنة ملوحة يعني، وعندي هنا الزيت نص كوباية، ونضربهم كلهم مع بعض. أسهل خلاص، أسهل حاجة. قلبت اللي في الخلاط في الحله او في الووك، وافضل اقلب 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 لغايه ما تتجمع. يا ام مصطفى، نفضل نقلب 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 اهو لغايه ما يغلي معايا كويس، وقلبي حلو اهو. ما ينفعش تسيبيها وتروحي تعملي اي حاجه. بص، بعد ما غليت كده غلوتين، روح حاطه القشطه. حطيت القشطه بقى، واخليها تغلي تاني مع الجبنه. خلصت الجبنه على فكره، بس انا عايزاها تغلي مع القشطه كده. انا اخدت الطعم بتاع ايه؟ القشطه في الجبنه الكريمي. خلصت بس كده، حطها بقى في علب كوبايات زي ما انتوا عايزين. Thank you.